نظمت الجزائر استعراضا عسكريا ضخما بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، وكان ذلك بمحاضرة جامع الجزائر الأعظم بالجزائر العاصمة، وحضر الحفل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإضافة لبعض قادة الدول الصديقة. وشهد هذا الاستعراض الضخم بعد اللقطات العفوية، نترككم مع أجملها من هنا من ولاد يحيى خدروش بجيجل. أحكي